يلا نعمل النهاردة فطار صحي وخفيف جدا نبدأ بيه السنة الجديدة. هعمل جبنة قريش بشوية خضروات جميلة جدا متوفرة عندي، جزر وخيار وطماطم وكزبرة خضراء وفلفل حراق حاجة صغيرة خالص، وسمسم، حبة بركة، زعتر ناشف، وعصرة ليمون خفيفة، وطبعا زيت زيتون. هنبدأ بإضافة المكونات كلها بتاعتنا. طبعا عشان جبنة قريش فيها طماطم وليمون احنا هنعمل حاجة تتاكل على طول مش هتقعد، عشان الحاجات دي ما بتقعد هتبوظ. كده حضرنا طبق سلطة جميل جدا بالجبنة القريش، فيه كميات خضروات كتيرة مش هنحتاج ناكل معاه عيش او اي حاجة لاي حد قرر ان هو يبدأ السنة الجديدة ويخفض في وزنه او يخفض في الكوليسترول او يحافظ على صحته. مفيش مانع كده ان يوم في الاسبوع او على حسب قدرتنا ان يعني يبقى الفطار خفيف كده وفيه خضروات كتيرة وجبنة قريش، حاجات صحية قوي.